الوضع كتير حساس، كتير ستريس، ركض براكت، حمل سائلة ناس، وجع راس، ضغط بضغط، ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت، بتروح تا تشرب كيس، بتحط الفوقك والتحت، بو عالصبح معجوق، عم بتفركش بغراضي، عشغلي لازم سوق، في عشقة مثل العادة، مأخر بوصل محقول، حمياني البواتير، تا انساها الهموم ما إلي غير كوميكاتور، صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور، والتنورة وجزداني على لون الشاسير، فضت لي كل جيابي حتى تلبس سنياتور، ضحك منا حرزاني وحدار الكوميكاتور. أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شي، بارك يا ماما، عم بفلح مثل السطل وما عم يرفعولي شي. ايه والله يا سطلي، قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ايديور، ما بظهر من البيت بس يبلش كوميكاتور. مرحبا. اهلا. سوري بس بعرفك شي؟ لا سوري بس مضطر. شو يعني مضطر؟ ما هلا لانه في شخص عم بحكيه والبطارية 5% سو موطن البرايتنس، مجبور انه زيح من الشمس بس تقدر احكي دله لهون انه يجي يخدني من هون. هاي الحزمية ما هيك؟ ايه. لحظة اوكي معلش في مشكلة؟ لا ابدا ابدا خد راحتك. تاكس تاكس اوكي. مش معقولة يا عمي. لك يا عمي معقول راسك؟ هلكتني هالبرايتنس كل النهار موطيها على الاخر، شو بدي اعمل؟ ما معي شارجور، بهدلة هالحياة بلا شارجور، مش طبيعي. سوري ايه بس لأنه عم دلهم وبعدني شوي ضايع، نحن هون بأي منطقة؟ لك يا عمي أنت وين طلعت لي هلا؟ تحت الحاف. طب خلص خلص ما تعطي الهم، بكره بشتري شارجور تاني بخليه معي مع هيدي الباور بانك وما تعطي الهم، ما رح بقى ازعجك، اوكي؟ لا 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 شو؟ ما تشتري شارجور، أنا كل شيء عندي، أي رقمة، أيد عن جد؟ سبعين ستة واحد 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 واحد. كوميكاتور أوه ريلي؟ I can't believe he told you that. You should have told me yesterday about this. I can't believe this. Wow. He's so cute, you know? Yeah. Oh, really? Wow. That's nice. Hey, pretty. Wait, let me just talk to you in 1 second. Hey, handsome. How are you doing for today? I'm good, and you? Well, I'm very good. Well, I was sitting up there and just saw your pretty face. Oh, thank you. That's so sweet. I think taking your number is a good idea. I mean, if you don't mind. Yeah, sure, I don't mind. Yeah. Of course. Let me give it to you. Yeah. So it's 333-444-2829. That's good. I'll give you a call in a bit, okay? I'll be waiting for it. Yeah. See you. See you. You won't believe what just happened. I'm telling you. Bonjour ma belle. Salut. Ça va? Ça va et toi? Est-ce que je peux m'asseoir ici pour une minute? Bien sûr. Ça va? Ça va. J'étais en train de passer de l'autre côté et j'ai vu ton bon visage. Ah, c'est gentil.
franchement, tu me plais vraiment ça. Bah, toi aussi. Ah, bien, c'est génial. Est-ce que je peux prendre ton numéro de téléphone? Bien sûr, bien sûr. Je vais l'écrire. Bien sûr. C'est très bon. Ah, merci. Alors, à bientôt. À tout à l'heure. مرحبا. أهلين. وحياتك، كنت قاطع تاني ميلة من الطريق وشفتك من بعيد. إيه شو يعني عجبتك؟ لحظة شوي. لا حبيبي، بدك تروق. أول شي بدك تقلي عندك بيت ولا ما عندك بيت؟ حضرتك قديه بتطلع بالشهر؟ بتشتغل شو بتشتغل؟ موظف؟ عندك سيارة شو؟ أنا ما بطلع بحيالة سيارة. ما تفكر إنه أنا لبسة في زون راح أطلع بحيالة سيارة. إذا معك بوش بتحكي معي، ما معك بوش ما بتحكي معي. بعدين حبيبي لحظة شوي، إن شاء الله تفكر فكرك إنه أهلك رح يقعدوا معي بالبيت بخلقتي، إنه أنا بدي أتحمل حمايتي كل النهار من على بكرة لعشية؟ لا حبيبي، لا. أنا ما بقبل. أنت طالع ما بدي إياك حبيبي. لحظة شوي، بعدين من شو فكرك انه انا هيك حياتي؟ بدي اروح اسهر، بدي اروح شوف، بدي اشتري محلات. انا بس لوي فيتون شانيل، ما بشتري حيلا شيء. وليش بعد شوي روح شوي؟ انا واقف هونيك الرينو دوز هذا الحمرا نفس دولاب الوران اللي عليك. ايه إيه، انت مسكر علي. قوم من ابري قطعيني لعما بقلبك زواج. اوكي. مثل ما عم خبرك. اه والله يعني. ايه ما هو الافضل انك تسكر تمك. ايه بس انا ما في سكر تمي، سوري. ما انا عم بعطيك حل كرمالك، يعني كرمال انت تكون مرتاح. سكر تمك. ما بسكر تمي انا. تمي وحر فيه خيي. طب ما حدا قال لك شيء عن تمك، ما حدا عم بقاسمك يعني، بس هي الفكره انه كرمالك انت لا تقدر تتاقلم، وكرمال يعني تلتقي نتيجه لبعدين. سكر تمك. انا تمي ما بيتسكر. شو فهمنا؟ انه شو بقدر اعمل لك انا؟ اللي عم اقول لك يا سالتني وعم اقول لك سكر تمك. ما بسكر تمي. لا بدك تسكر ولا تمك؟ لا ما بسكر تمي. ليش بتسالني وبترجع بتجي بتصير بالشارع؟ ما قلت لك تقول لي سكر تمك. لا بس خلص زي ما تريد. سالتني وهيدا رايي، سكر ولا تمك؟ ما بسكر تمي. شو الحديث هيدا انت ابو جريج عم قرط صباح؟ لحظة حسك وقفت. ايه وقفت ونص حبيبي. متعصب الواحد ما بتحكي منطقي. شو سكر تمك؟ انا لو مكرمتك واسمع مني، يعني مثل قال لك المثل، اسال مشرب وما تسال حكيم، افضل لك انك تسكر تمك. ما بسكر تمي. ما بدك تحكي بالطريقه. لا ليش هي منطق؟ ليش لا 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 انت يا بتحكي منطق يا ما تحكي. ليش ما بدك تقلي سكر تمي؟ لا تشفص. ما بدك تقلي سكر تمي. سكر تمك. لا ما بدك سكر. مش على سواك. سكر تمي. لا مش على سواك. شباب لحظه روح. انت روح لحظه. ولو اخوه انتوا عيب. واسمع اخر وصل لشوف على صفوف الجامعه جرى كل ديتان بيقلي سكر تمي. شو قلت له؟ انا عم بقول له سكر ولا تمي. الحديث يا شباب. لا في لخه بنحكي فيها عيب. شو الحديث هذا؟ ولو ما فهمت انت شو زعجك يعني؟ وكيف شو زعجني؟ سكر تمك وما سكر تمك وصوتكم لجوا، عيب. انتوا اخوه يا زلمه. انا صريح يعني، سالني قلت له سكر تمك. ليه انت شو فهمت بالاساس يعني؟ شو سكر تمك؟ عيب. شو سكر تمك؟ يا تسلم لي لحظه. روق شوي. الزلمه بده يشيل من وزنه، عم بقول له نصحانه وتسجلت جيم. قلت له يا حبيبي السبور لحاله ما بينفع. انك تعمل سبور وتبغلها من ثاني مال، بدك تسكره لتمك. وانا قلت له ما في سكر تمك، لانه وقت اشوف حيلا بلا دغري بتشطر. قلت ما في سكر. بده يكون عندك اراده تسكره لتمك. يحكي منطق. ما في سكر. اذا هيك هيني انا شباب. الحكي كثير هيني خيي. بعدين انت اصلا شو دخلك بالموضوع؟ انا عم بروقكم. فكرت في شيء. اذا هيك سكر تمك هيني. طيب سكر تمك انت. الحمد لله انا منيح. ماني كثير. لا مش هيك يعني، انت ما تتدخل بقى بيني وبينه وما تحشى. سكر تمك مزبوط. وسكره لتمك. مزبوطه. ايه مزبوط. طب وطلعنا بريحه. طيب يلا باي. سوري. شو هيدا معقوله؟ لا ما بقلبه. شو حشري؟ طيب ما تزعل. هلا هو سكر تمي ورجع عند سكر تمي. ما في سكر تمي. مش منطقي. ما بتحكي منطقي خيي. انا اذا بشوف بلا برجر قدامي بقدر سكر تمي؟ ما بقدر. كوميكاتور كوميكاتور. تفضل يا ابني تفضل. مرسي عمي. زيد فضلك. ميت هلا. شو قلت له اسمك؟ توني كيروز. يا هلا كيروز. من وين بركة؟ نحن الاصل منطقة اسمها نبحة حد دير الاحمر. رولان. مرسي فيك.
عم انا قصدك بخدمه صراحه، مني من هول الشباب لا اللي بيحبوا يفوتوا لا من الطاقه ولا من الشباك. انا دغري بفوت من الباب، دغري بفوت واللي بدي اياه دغري بسالك اياه. الله عليك، فيك تفوت من الشباك انت؟ ميرسي عمي. لا هلا ما هضومه يا ميت. هلا عم انا قصدك بخدمه كرمال بنتك جانو. جانو شو بها جانو؟ ايه جانو صراحه انا معجب فيها كثير يعني على الاخر، وجاي اطلب ايدها صراحه دغري هيك عم تلزق يعني 100%. وقلت دغري بحكيك لك انه حضرتك مبين عليك فاهمين وبتاخذ وبتعطي يعني انه بنتك بالنهايه يعني بدنا نطلب ايدها. تسلم. طب يا ابني انت وجانو بتعرفوا بعض؟ انا وجانو للصراحه لا عمي ما بنعرف بعض. طيب انه انت يعني هي شايفتك حكين قبل بالموضوع وابدا ابدا؟ كمان لا. كمان لا. كمان ما انا شايفتك. بتعرف يا ابني يعني اليوم البي بينطر يفتح يفرح من اولاده. ميرسي. ايه اكيد. واذا انا حدا مثلي يمكن بس انه انت وين شايفها لبنتي؟ انا شايفها وين ما كان لبنتك عمي، وين ما كان يعني شايف لها ايديها على الفيسبوك. الجرايه امبارح نزلتهم عملت لهم مانيكير وباديكير عملت لهم نزلتهم على الانستغرام، والبطن من هون من هون لفوق نزلته على تويتر. صراحه على المنطقه يعني هي بعد الوحيد اللي ما شفتها. عرفت كيف؟ من تحت منزلتهم كمان على فايبر، هي ما حدا بيشوفها يعني وقتها ايه. فبدنا اذا فينا نشوف هيك نتعرف على هيك بيكمل. طيب. البازل من ميلي ومن ميلي بنطلب ايضا. فهمت عليك. ايه خلينا عيط لها لتشوف البازل كامل. ايه يلا جانو تعي بيي تعي. ايه بابا. عادي. هاي هاي توني سبا. شوفي لي عجبك هالشاب؟ ايه مهضوم. اوكي. هو شاف كل قطعك. وين قلت لي؟ هيدي المنطقة من هون. إذا بتريد هالمنطقة بعد الزواج بتشوف. إيه. أوكي. مبروك. ميرسي. الله يوفقك. ياي ميرسي بابا. دايك إيه هو هون نزلته. هون. إيه نزلته. ميرسي. كلك زب. كلك زب. ميرسي. ألف مبروك. ميرسي. مبروك لإله ولإلك. كوميكاتور. كوميكاتور. الو اينو جاكلين؟ يلا بعتي لي مريض. يلا باي باي. تفضل. بونجور حكيم. اهلا يا ابني. كيفك؟ يلا تفضل تحدي اوكم معك. ماشي. ايه عندك ملف عندي؟ حكيم لا اول مره اصلا بيجي على المستشفى. يلا باخذ معلومات صغيره عنك بس. الاسم توني. اي عمر؟ 87. مواليد 87. مواليد 87. اوكي طيب شو مشكلتك يا ابني؟ حكيم انا صراحة كثير خايفان وعندي شغلة عم تطلع لي براسي. اوكي اوكي هلا بشوف هلا بشوفها كفي. بس انا خايفان انه هيك كم شغلة قالوا لي بتهدي وما بتهدي. قرب نشوف. خليك معي شوي بس. عم تاكلني من راسي حكيم. هلي هون ايه؟ شو حكيم؟ ما في شي خطر. تعال بصغيرة. تعال بصغيرة. شو تعال بيان؟ تعال بصغيرة هيدي من النوع اللي بتجي من النقزة أو من العصبية. ايه عم تتنقز هالأيام عم تعصب. ما انه بنقصب ايه مش نقزة. إذا عملت لك هيك شفت كيف عم تنقز؟ في نقزة مريضنا عم بيكون في نقزة. هيدي النقزة يعني بده يكون في لها نتائج بشعة على الإنسان. هيدي الثعلبة واحدة منهم. أوكي هيدي عم تقول لك شر. هلا مش مشكلة أنا رح أعطيك مرهم صغير. أوكي اسمه ثعلبة ميسي. بتقطع صدرية بتاخده جاي من كلمة ثعلبة. أوكي أوكي بكتب لك أنا رشدتها بتاخدها مرهم هو مرة الصبح مرة عشية. طيب بيمشي الحال حكيم؟ بيمشي الحال وبترجعني حوالي شهر شهرين تقريبا. طيب. أوكي خليك مع شوي حكيم. ما بتكبر هي الخبرية؟ قالوا لي بتكبر وبتمتد على الجسم وعارف شو؟ بتكبر بالعمر ونفرح منك. هلا بتاخذ مرهم مرة الصبح مرة عشية وبترجع. اوكي؟ يا هلا حاسب برا عن نور جاكلين $50. ميرسي حكي. نور جاكلين انا قلت له $50. يلا برا. على سلامة. ميرسي. الو ايه نور جاكلين؟ يلا بعتي لنا اياه. تفضل. حكيم كيفك؟ هذا انت يا ابني؟ حكيم انا بعتك. تفضل تفضل. جيت لعندك من فترة. ايه قلت لك شهر شهر ونص رجعني ما لنا اسبوع. ليك ولا بقى حبيبي راسي كمان. اوه حكيم عم تتبدع كل مخي. فرجينا شوف ما حتى تكرمت ما قلت لك انا مزبوط؟ بلا يا حكيم. مرة الصبح ومرة عشية؟ بلا في مرة بس ما حطيت الصبح. شوف كيف ما انا قلت لك بدك تحط مرة الصبح مرة عشية هيدا عادة إذا وصلنا مي. تهممت. شوف كيف شمس.
شوي انا وعلى الطريق يا ابني ما فينا هيك، نحن هيدا علاج بدنا ناخده بانتظام. ما في لحظه شوي اذا بتفيد رح ارجع اوصف لك مرحب ثاني. هلا مع الاول كنت اوصف لك ايش، كنت اوصف لك انا اول شيء تعال بميسيما هيك مزبوط. اوكي بتاخذ هيدا مع هيدا المرهم الثاني هلا اذا بتفيد امور معروف خذهم بانتظام بليز. انا كثير خايفين كثير عم تنطبع مخي كله. بعدك عم تنقص؟ عم ضلني ماشي عم ضلني ماشي ايدي هيك. خذ هون علبه ماني بسيس تروق اعصابك. يلا تفضل حاسب عند نور شاكيل كيف مش عارفك هلا بيمشي الحال. ما بدك تمتد بيمشي الحال بس خذهم بانتظام وما تعرضها للمي ولا الشمس. هيدي الثعلبه ممنوع تتعرض للمي ولا الشمس. ضلني ماشي اوكي الله معك. نور شاكيل اجي من النص. ايه تفضل يا ابني تفضل. يا ابني ما قلنا لك تفضل. حكيم قعدت على الكرسي وراك. عفوا كون ما تبعت لك. كيفك حكيم؟ شو هالمسح نور جاكلين؟ منين حكيم بلا ما تدق لها، انا توني كيروز بتتذكرني؟ توني كيروز اللي عم تعمل به؟ ايه بتتذكر وقت اعطيتني مرهم وقلت لي بدك علاج شهر بيمشي حالك؟ ايه مزبوط الصوت طلع منك؟ ورجعت قلت لك بعد جمعتين بعد جمعه جيت لعندك قلت لك انه المشكله 1 2 3 قلت لي بدك طلبي نسي؟ مزبوط قلت لي عم تطش بالدواء؟ مزبوط ايه. ليك كيف صرت حضرة جنابي؟ مبسوط؟ هيدا انت مش شيطاني؟ ايه بتصدق؟ شو هيدي متدت كتير؟ شايف؟ عم تنقص. المشكلة اني زمت. يلا مش مشكلة يا شو رح تنبسط فيها هيدي مرتي كادو عيد ميلادها. رح اخدك معي على البيت. ايه ما تقتلها مش رح اخذ منها فحصية. ليك اكتبي اوعى. عم تنقص بعدك شفت كيف ما لازم تنقص. يلا. خي كادو لمرتي. ايه نور جاكلين ما تاخذ منه شيء. يلا باي باي. هذا كادو. كوميكاتور كوميكاتور. ابو جراج مش عارفك قديش قله مش قاعد انا وياك هيك قاعد على رواق. خي انت مش عم تفضيلنا شو بدي اعمل لك؟ ما بتعرف الواحد بس يتجوز خلص بينحكي بصير مرته الشغل الاولاد وهيك يعني روتين. ايه الحمد لله زهق كثير يعني خلص اخذت قرار قلت لها بدك تظهري انت مع اصحابك تظهري. انا عندي اصحابي على القليل نهار بالجمعه خي تفش خلقك. ولا انا هلا اخذ اوف طويل وعم فكر احوش هالبلحه قريبا بس هالبلحه ايه توني كان زعجته انا البلحه مش هتعمل له حب. لا مش قصه هيك هلا هو عينه فيه ونعوده بس ولا حبه رح يطلع له لانه وصل عنده على الطابق قص له اياها انت لا يا اخي ما بصى يدبر حاله عم بموتوا كرمال يشوفوا شجره مقابلهم. يا زلمه شو عم تحكي انت؟ يلا كله منيح وغير هيك كيف هالعائله والاولاد؟ منيح الحمد لله. ضغط 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 ماشي الحال. يلا يا خي انا لاحقك لاحقك قريبا بتجوز بعد في جمعه زمان. ايه يلا الله يتمم مع خير. لحظه ليش عم بتقلي الله يتمم مع خير مثل كانك يعني مش مبسط لي كانه او هيك مزعوج؟ لا يا ابو جريج ان شاء الله بتتهنى بس يا خي بتعرف انت الواحد بس يكون اعزب افضل انه مش كل شيء له سيئاته وحسناته بس مش بس خلص بينكبت عرفت كيف؟ غير الاعزب بيقدر يروح ويجي وهيك بكون مرتاح اكثر يعني. ايه ماشي الحال يعني مرتي وحماتي. مرتي. كيف مرتك وحماتك على فكره؟ مرتي وحماتي الاثنين زفت. شو؟ الاثنين زفت. الثلاثه زهق. الاربعه ملل. الخميس ضجر كمان نفس الشيء. الجمعه قرف. لا بتتعب تستوعب. ما بصدق يجي السبت لاشوف مرتي وحماتي. هاي عدو والله. عاد انا وجوش كنا. عن جد بحسدك. حبيبي يا وجوش. تفضل حبيبي. هلا حماتي. كوميكاتور كوميكاتور هاي كوميكاتور كوميكاتور هاي كوميكاتور كوميكاتور هاي بعت لي ابو جنط يجيب لي فنجان قهوه. مرحبا. اهلا تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. معقول عم بزعجك؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ميرسي هلا فيك. جاي اقدم طلب على الوظيفه اللي حضرتكم طالبينها للبلديه. اذا في مجال. الوظيفه اللي شفتها على السايت. مزبوط على السايت. على السايت طبعا. على السايت تبعكم تبع البلديه. انا ابن المنطقه وساكن هون وبهمني انه اكون عم ساهم يعني. اهلا وسهلا فيك بمركز شرطه البلديه. ميرسي اهلا فيك. هلا مثل ما بتعرف يعني اوضاع البلد كلها مش منيحه هالايام صح. ونحن كبلدية كنطاق صغير عن هالوطن اوكي عم نفتش على موظفين شرطيين جدد لدور التخشن مثل ما قريت على السايت.
نعم مزبوط أوكي. صح بس هيدي الوظيفة فيها لها شروط ما فيك تقدم لها كيف ما كان مستعدين لكل شيء نحن منطقتنا وبعيوننا بنخدمها دائما بنعطيها عظيم جاهز لأقول لك شو شروط تفضل أوكي أولا بدها تكون دقة الملاحظة عندك كتير قوية شو ما تشوف بدك تصوره شو ما تشوف بدك تلقطه تعمل له سكرين شوت هيدي أولا ثانيا بده يكون شكلك بيرعب مش تجيني هيك بكره مزبط دقنك وشعرك بدك ترعب العالم ماشي ثالثا بدك تكون مما تشوف تهجم عليه بسرعة كتير قوية سرعة البديهة يعني نعم سنانك يعني أوكي رابعا بدك تكون نكد مش مين ما يقول لك حضرة الشرطة فيه يقطع تقول له ايه لا بتوقفه وبتكون نكد ايه نعم نكد خامسا بدك تكون بسنانك اللي بيطلع فيك تنشو بسنانك نعم واضحين الشروط هاون لكن بفتكر بكون أصبت إذا ببعت لك مرتي للوظيفة نعم؟ مرتي بدك إني بالنووية؟ إيه؟ مرتي وحماتي قالوا المحل؟ أكيد أهلا وسهلا بيعملوا هيك يعني خلطة معه يلا بعتوا الله معك نعم شكرا وصلت القهوة يا أبو جنط كوميكاتور حياتي شو بك؟ ولا شيء هيك ملل بتجي من الشغل بتقعدي لترتاح شوي بتدوري على التيفي ما في شيء كله برامج بزهق يا حبيبي طب ما من وقت ما قعدت وحستك مش عبعدك طب روح غير جو لك لا مش قصتك مش عبعدي بس عم قلك زهق روتين بيقطع النهار ما بعرف كيف والله العظيم شغلي ما بعرف طيب يا قلبي طيب روح غير جو احكي رفقاتك روح اظهر اعملوا شيء لك يا قلبي انا شو بدي فيهم لاصحابي وانت موجوده بحياتي شو بدي فيهم بالميك اب مرتي وبلا الميك اب صاحبي ومشي لهم نلعب دق بلاي ستيشن بشرفي شو بك واحد دب بتحكي الحقيقه بتزعل مرحبا جارة هي اهلا وسهلا كيف الجارة الحلوة؟ منيحة؟ ليكي بدي اسألك دخلك عندك ماي؟ لا والله دقينا للسترن وبعد ما اجا فوتي تعالي اشرب قهوة لا مستعجلة ليكي بس اي ساعة دقيتيلن؟ تقريبا من شي نص ساعة وبعدنا هلا ما شرفوا طب يلا فوتي لا تقبريني مستعجلة كتير حاطة طبخة نار مش قادرة ابدا ليكي كيفن ولادك؟ بعقدوا بجننوا انت كيفن ولادك؟ منيح بس بعد ما اجوا من المدرسة مدري ليه شكلهم غير اوتوكار اليوم هيك الهيئة ما بعرف انا اجوا بس يلا طب يلا فوتي لا مستعجل كتير حاطه طبخة على النار ما عندي وقت ابدا 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 ليكي دخلك هيدا ادجار شو كان عم يعمل امبارح عشية بالليل هون تحت هو اللي عم يسرق مي عم يسرق مي. انا قول لي ما في مي ليكي بعدين ما فهمت انا كيف كل يوم هيك بغير سياره ما عم بفهم انه هو شو غير شغل يعني ما بعرف شو بيشتغل ما بعرف طب هلا فوتي تعرف انا مستعجل كتير حبيبتي ليكي عم بشتغل والطبخة على النار مش قادره ما عندي وقت نهائيا ليكي هيدي مريان اللي كنت تحت اللي معه اقول لك هي جايه معه كنت بالسياره امبارح هيك ما بعرف انا ما شفت حدا طب يا عمي هلا فوتي تعالي شب اهلي بس لاقول لك ليه لانه انا حسبتها امبارح براسي وصرت عم شوف مين عم يجي مين عم يطلع ولقيت انه في شيء مش مزبوط بالخبريه في شيء مش عم ينحكى وعيت اليوم ما في مي فقلت بس اسالك عرفتي بس انا ما عندي وقت لانه بتعرف انه شغلي وكذا وهيك ما عندي وقت كثير فوت بالاحداث قلت بس اسالك بركي انت بتعرفي بس انه انا في شغله ما عم بفهمها لازم ادرسها انا طب خلص بقى فوتي هلا ما عندي وقت ابدا 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 ما عندي وقت فوت ليكي هيدا توني اللي كان عم بيحكي امبارح فوق هيدي مع هيدي اللي فوق فوقانية عرفتي هيدي الختيارة ما عم بفهم شي من شي طلعت انا تشوف شو الوضع وما كانت عم بفهم شي بعدين ليكي انه ما عم بفهم انا شو هالسيستم هذا بالبناية ما حدا بفهم شي من شي ما عم بفهم انا كيف الواحد بده يخلص شغله كيف هيك ما في مي ما في شي بدنا نسأل انه انا ما عندي وقت لهالقصص ما عندي وقت فيك تسمعينا شوي صرلك ساعة عم بتقرع على الباب فيك تفوتي تشربي قهوة ونحكي جوا لانه خلص بقى يلا ما عندي وقت الطبخة لا ما عندي وقت بس ليكي انا فكري في شغلة
I think that taking your phone number is a good idea. Yeah, maybe sure. If you don't mind, huh? No, no, of course I don't mind. Really? Yeah. Let me give it to you. وين التليفون؟ يعني أنا من أول ما شفتك قلت مش معقول الناس ما بتخلى من الناس الأوادم والخدومين. ما معلق إذا أخذت راحتي؟ إيه ما بأس. أوكي تانكس. سوري. إذا بتريد ما بدي سكر تمي. ما بريد ولا شيء. سكر تمك. ما بسكر تمي. شو عم تحكي؟ ليش عم تشاور بإيدك؟ أنت عم تشاور. ما بسكر. قاعد بتاني الشارع أنا. وين شارعكم أنتو؟ الشارع البارليل تبع الدكانة. بارليل إيه. إيه عرفت. كيفك عم ماشي الحال؟ روز من وين بركة؟ نحن الأصل المنطقة اسمها نبح الدير الأحمر. بشرف. مبروك مبروك. ميرسي ميرسي. يا هلا هلا بتانا الزرع. ميرسي. الوضع كتير حساس كتير ستريس ركض براكت حمل سائل تنس وجع راس ضغط بضغط ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت بتروح تعي تشرب كيس بتحط الفوقك والتحت بو عالصبح معجوق عم بتفركش بغراضي عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة أخر بوصل محقون حمياني الفواتير تا انساها الهموم ما إلي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنورة وجزداني على لون الشاسير فضت لي كل جيبي حتى تلبس سنياتور ضحك منا حرزاني وحدار الكوميكاتور أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شيء بارك يا ماما عم بفلح مثل السطلي وما عم يرفعول شيء ايه والله يا سطلي قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ريديور ما بتهر من البيت بس يبلش كوميكاتور كوميكاتور كوميكاتور